فين الجواري؟ فين الجواري؟ فين؟ القصر ده ماليش الجواري، مفيش غير فيروز هي اللي عارفة. يا فيروز يا فيروز، ايه الدوشة دي؟ في ايه؟ في ايه يا سنبل اخا؟ عاملين اخاخة على الصبح ليه؟ ايه اللي فيه؟ ايه؟ فين الجواري؟ الجواري بيجهزه عشان خاطر السلطان. مالك بقى؟ لا اوعى تزعقيلي كده، انا سنبل اخا. يعني ايه سنبل اخا؟ مش عارفة يعني ايه اخا؟ لا مش عارفة. تتفرجيش على حريم السلطان؟ لا ما بتفرجش. الأغا ده هو اللي بيقعد مع الحريم ويعني ويبقى زي زيهم عادي. طيب خلاص بقى، مصدعنا ليه؟ صدعنا ايه؟ لا يا ماما، أنا من عيلة كلها أغوات. أنا أغا أبا عن جدا. أنت هتفشر؟ أغا أبا عن جدا إزاي؟ طب أنت أغا وعديناها، لكن أبوك أغا؟ أمال جابك إزاي؟ لا يا حبيبتي، بابا جابني وبعد كده خد البغوية عادي. طيب خلاص ما تزعلش. خلاص فين طبيب جواري؟ بص الجريتين اللي جم جداد انا جهزتهم وكله تمام، بس في جريتين الصبح انت جبتهم انا لسه ما شفتهمش. ايوه في جريتين كده لقيتهم في البحر، رحت جايبهم معايا وانا جاي. لا دول لسه ما شفتهمش. طيب انا لازم دلوقتي تحضري لي كل الجواري عشان لازم اعمل الرقصه، عشان في ضيف جاي للسلطان ولازم يبس. ده انا هجيب لك اقدم واشطر جريتين عندي. ماشي. وانت بقى حضرهم. ماشي خلاص هاتهم لي. يا اسمهان يا بركه. ايوه يا ست فيروز، تعالي يا ست تعالي. انا هسيبهم لك تدربهم وانا اشوف بقيه البنات. ماشي طيب. ماشي احنا جينا اهو يا ابو سنبل وجاهزين عشان حصه الايروبيكس. ايروبيكس ايه؟ احنا هنعمل الحاجات ديت، مش ايروبيكس خالص. انا كل حماسه، انا جاهزه جدا. يا حاجه هتعرفي تعملي معانا الحاجات دي؟ بس بص خلي بالك دي اخرها كده، ما بترجعش لورا. طب انت معاكي الادويه عشان لو حصل حاجه واحنا بنعمل الاستعراض؟ حاجه تتنسي معاكي؟ يعني معايا الانسولين، معايا اسمان على مقامك اللينوفيجين، معايا الكوتوفان، كل حاجه. طيب وانت يا بنتي جاهزه؟ جاهزه يا سنبل. طول عمرك سفله زيي. يا جواري، انتوا يا جواري. يا نسوان يا نسوان، فين؟ العب. يا وزير ايه اللي جابك؟ في ايه يا جدع؟ انت انا وزير قفص سهفة، وزير اضعف قدام النس. ايه النبي يا وزير، وانت حلوة وامور كده. حلوة وامور ايه وليه؟ هو انا محافظ اسكندرية؟ حاضر ياما، بكره ان شاء الله هجيلك على عجله. حاضر. انا اسمي على مقامك، كنت عامله كده عملي على قدي عشان السلطان يحبني. اتمنى كل الجواري يحبها ولا يحبنيش، انا معرفش ليه، مش قادره افهم ايه السبب. فانا عملت له العمل ده على البنا شكلس بالمحبه. وانت بتكلمه اسقله في بقه. هاتي هاتي. حاضر هات الحجاب هسقله في بقه. حاضر ياما. ايه يا والله افق موت. يا وزير بقى انت في ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه يا اغا، ظبطت الاستعراضات خلاص؟ لسه كنت اعمل استعراض اهو. طب يلا كويس ان انا جيت في الوقت المناسب عشان اتفرج عليها عشان السلطان. طيب اتفضل. يلا يلا يا حبيبي ركزوا معايا.
ايدينا لازم تبقى انسيابيه كده، عينينا تبقى في عينين السلطان ونبص له ونشوفه، يا ترى حيران غضبان جربان، المهم نفهم ماله. نرفع ايدينا كده لفوق، يلا بينا. انت ازاي تدخل كده؟ انت عايز تبص على الجواري ولا ايه؟ انا مش جاي عشان الجواري. ما جاي عشان مين؟ انا جاي عشانك انت اسمراني. انا ماليش بالجوار. انا انت عارف انا مين؟ مين؟ انا صنبو الاغا. ايوه. انت مين؟ انا ابراهيم عبده عبد السلام حمدي الاغا حبيبي. يا لا وحشني والله. وانت كمان خليك معايا. خليكوا زي ما انتوا، انا هجيب شامبو واجي. كل ما يتزنق يروح يجيب حاجات غريبه ويجي. بيقول اي هبل وخلاص. هو راح فين يا شامبو؟ مين ده يا حاجه؟ مين الراجل اللي كان هنا؟ ايه اللي ما فيش حد بتعدي شيء يا ابني؟ مش كان واقف حسبتي ولا حاسبه؟ انا حاسبه ايه؟ احنا ما كنا قدناها بالشاب وخلاص. صب ايه يا حاجه؟ انت اسكتي يا وليا بقى. في ايه يا بنت انت يا بنت؟ يا ولا انا عارف ان انت جامده، كان نفسي ابقى راجل. كان نفسك تبقى راجل؟ امال انت ايه؟ انا مش عارفني، انا تهتي مني، انا مش اغاني. يا دنايا والله ببعتل في ايه؟ خلاص القصر باظ، هق ومق وخلاص. خلاص انا اسف. اطلع الله، يلا اخرجوا من هنا. يلا يما على مستشفى الدمرداش. مستشفى هنعالجك على نفقه السلطنه. انت عامله لي فيها نبيل عبيد القصر. ايه يا وزير؟ ده وزير كده كسفتني قدام الجواري بتوعي. كسفتك ايه يا زفت؟ البنات نسفت وانت لسه طري. يا ده انشف بقى يلا. والله انا ما كنتش عايز ابقى اغا اصلا. انا نفسي افهم انت ليه بقيت اغا. دي حكايه طويله احكيها لك. لا. في يوم كنت ماشي وسط الغابات، دخلت وسط الغابات والنباتات، فجاه لقيت زرعه بتقول لي مالك يا تامر؟ خد يا تامر يا تامر. يا تفي انت الكذب اللي انت فيه ده، هو في تامر في تركيا؟ يعني في زرعه بتتكلم؟ اكمل لك؟ لا. المهم قلت لها مالك؟ مالك يا زرعه فيك ايه؟ قالت لي مالك وشك مخطوف كده؟ قلت لها فعلا. ومن ساعتها خدتها حكمة، إن جار عليك الزمن ميل 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 وحدف منديل كاتب على طرفك. بس فهمت حاجة؟ لا. ما تكلمناش بقى يا ابني، افهم بقى واسترجل مرة واحدة. يا عم أنا الحمد لله اللي أنا اتولدت في تركيا اسمي أغا، ما عادش فاهم حاجة، لازم أقعد أشرح لهم يعني إيه أغا. عارف أنا لو عارف؟ عارف أنت؟ عارف انت ما قلتش حاجه اعرفها. استنى. عارف انا لو مولود في مصر يقعدوا لي خد يا خروف خد يا عارف انت الحاجات دي؟ عارف عارف. بعدين اقول لك الحمد لله انت هنا، بيقول لك يا اغا في وسط البنات عادي. أيوه. انت عارف لو في مصر هيقولوا بعد اذنكم يا بنات سدوا ودانكم عشان هنندهلوا. ايوه يا عم ما ينفعش يقولوا لك اسمك. طب انا اعمل ايه؟ طيب انا افضل كده؟ انا نفسي تسترجل بس. وانا والله العظيم اعمل لك اي حاجه قد عشان تسترجل. طب اشتمني كده عصبني يمكن يطلع الراجل اللي جوايا. يا لهوي ده سهله جدا. طب يلا 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 يلي مش راجل. الله يا راجل يا ناقص. يا ريت يا ريت يجي لي شغل اكتر يا ابني. يجي لك شغل ايه ده اللي بهينك؟ انا بستنى الحاجات دي، ما انا بمشي في الشارع استنى الحاجات دي، ونفسي في حياتي حد بس يقول لي اغا اجري عليه على طول. يا اغا. ايوه سيبني سيبني. الله يخرب بيتك، عامل زي الفرقع نوز. اوه يا تسترجل ياد مره واحده. لا معرفش. طب انا نفسي اسالك سؤال دلوقتي. اتفضل. ايه علاقتك بالجنس الاخر؟ الفضائيين. تصلك جنس تالت فما تفهمش اللي انا بتكلم فيه. مين طب؟ ايه علاقتك بالبنات؟ لا 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 بتكشف. يا لهوي انت
تتكسف. لا ما ينفعش يا ابني. ما اقدرش. لا ما تقدرش. انت عمرك ما علقت بنات؟ لا لا يا خالص. لا لا خالص. ايه لازم؟ تعالى هات خد هنا، انت لازم تنشف وتعلق بنات. هتعلمني؟ اه انا هعلمك. يلا انت فاكرني وزير؟ ده انا كنت بقف على النواصه الشبانجو. الله ايوه هيعلمني بقى وابقى راجل كده واعرف اعاكس كل البنات. انت دخلت الحمام ولا ايه؟ ثانية واحدة انا جاي لك اهو يا فيروز. نعم. اتفرج بقى. ما يلا بلاش محن في ايه. هو احنا علينا يوم السبت الساعة 10 ايه؟ عندنا بحبك. خدت بالك قلت السبت الساعة 10 بس. عليا الطلاق لو كملت الاسبوع اللي اجيبها على الشقه. سهلين موت. يلا والله ما عملت حاجه. بص كتابين من بتوع اعداديه ونضاره ما فيهاش ازازه اهي. طب انا عايز اعمل كده والنبي. لا اهم حاجه الكتف. كتف؟ ايوه اخبط بالكتف هتجيب السر في الكتف. طيب حظي. يلا استنى ثانيه واحده. يلا ادخل عليه. هديك في سنانك. ضحكتني والله. ضحكتك. انا جايب لك شريط نكت. خلاص خلاص. انشف شوية. انشف راجل. ايوه. بتضحك قوي والله. اشيلك ارميك بره. خلاص خلاص خلاص. بتضحك قوي. ايه يا ابني مش نكت. ايه خلاص كتف. انشف الكتف. الكتف. اي 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 كتفي كتفي. لازم اروح الهوسبيتال بسرعة. مش قادر. Something in here I can't. What happened baby? I can't for mushes. اخرج انت روح المدرسة. يلا لا حول ولا قوة الا بالله. يا ابني عمرك ما هتنشف. نفسي تبقى راجل مرة واحدة. يا عم انا متضايق بقى. تعرف انا نفسي في ايه دلوقتي؟ نفسك في ايه يا سيدي؟ نفسي اشرب شاي. ايه ده بجد والله؟ والله. معاك كوباية؟ معايا اهي. اشرب يا سيدي شاي تقيل اهو. اسكندراني بقول لك ما تلاقوش بالازاريطة. ربنا يخليك. يا والله العظيم اهم حاجة انت تفرح. شوف كلامي معاك والله نساني الظهر فاتني. هو ودن؟ اه. طب ما تتوضى يا جدع بقى. بس ألف شكر يا صاحبي.